يقول: أنا كنت بعيدا عن الوطن وأرسلت نقودا للزوجة لتدبير شؤون المنزل للأطفال، وحينما وصلت إليها النقود ردت إلي وأخبرتني بتفاصيل كيفية صرف المبلغ ولم تخبرني عن التفاصيل كاملة، فأقسمت بالله إذا كانت تصرفت في باقي النقود في شيء لنفسها أنني سوف أطلقها، وكنت في حالة زعل وغضب شديد. هل يقع هذا الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. على الزوج لا يبلغ به الغضب وضيق النفس إلى هذا الحد، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يترك المجال لامرأته فهي أدرى بحاجاتها وما تحتاج إليه، فلا يضيق عليها ويحصرها على رغبته، وقد تكون في ضيق أو في حاجة وهو لا يدري عنها، فعليه أن يكون سمحا وأن لا يتضايق إلى هذا الحد. وأما أنه حلف إن كانت أنفقت من هذه الدراهم على غير الوجه الذي يريده أنه سيطلقها، فهذا لا يقع به طلاق، لأنه لم يطلق وإنما حلف أنه سيطلق ولم يصدر منه طلاق، وإنما هذا وعد أو وعيد. الحاصل أنه لا يقع بهذا أنه طلاق، وعليه أن يكفر عن يمينه، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسوهم كل مسكين ثوب، وإن أطعمهم فلكل مسكين نصف صاع، أو يعتق رقبة إن وجدت، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإن لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام، هذا عن اليمين التي حلفها.